جبت المفيد. صدقني انا احبها وهي تحبني. احنا صحيح بعدنا ما صرحنا لبعض، لكن العيون تقول اشياء واشياء والقلوب حاسه بكل شيء. الله الله، روميو وجولييت. طبعا انا وجودي في حياتها هي اللي خلاها تتمرد على قريبها الماسخ التفل هذا الحص. قريبها الماسخ، ها؟ قريبها الماسخ. يمكن قريبها عنده فلوس. غني طز فيه وفلوسه يا اخي، طز فيه وفلوسه يا اخي. أيه. احنا بيننا حب يا اخي، انت ما فاهم؟ قيس وليلى. قيس فاهم 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 يا قيس. طبعا قيس ابن المدوح، قصدي قيس ابن الووح الملوح. نعم مدوح. احنا نحب بعض يا اخي. تحبوا بعض بعد خير
ايش فيك توك بخير؟ عضك شيء ولا شيء يعني؟ والعض ما يكفي. انت ما تستحي بعدك جاي وراي الشغل؟ من هو هذا؟ هذا اللي قدامك ولد عمتي اللي يريد يتزوجني بالغصب. لا تقولي. لا يا صادقة، هذا الماسخ هذا ثقيل الدم. انا لحظة بقول لك شيء واحد يعني. ايه تفضل. مع السلامة. هذا ما بتركه الحين انا. معقولة بتصير هذه الفضايح في الشغل والسبب هذا السيف؟ جمعة خلاص يا موزي خلاص، قلت ليش انا خلاص قطعت كل صلة بيني وبين عايدة. ما شاء الله يهديش مكاني. انا صدقك انت يا ابو قد عن طبعك ما يلك بيت. وليش لا يا موزي؟ ليش لا؟ انا ما حاولت في يوم من الايام اني اتصل فيها. لكن صدقي يا موزي، انت لما جيتي عندي المكتب انا كنت فعلا بغى اتصل فيها. انزين، مثل ما حاولت في المرة الأولى حاول في المرة الثانية، يمكن عايدو هذه مالتك إلين قلبها عليك. ترى أنا حاولت يا موزة بس هي رفضت. بعد تتغلى؟ شوفك أنا هذه تتغلى. أنا جالس أقول الحق. وليش رحت لها من وراي؟ لحظة ضعف، وأنا لحظة ضعفي دائما تغلبني. ما شو أبوي ما له لحظة ضعف ونقطة ضعف وتقول عليها؟ أنت عينك وسايغة وطافرة فوق الحريم. أمي أرجوك يا أمي، أبوي أول مرة يفتح لك قلبه، حاولي تفهمينه ولا تصدينه، بصراحة هو فعلا يتكلم من قلبه. أنا والله جالس أقول الحق، والله على ما أقول شهيد. تو أنا مستغربة، إيش سر التغيير المفاجئ هذا؟ لأني أحسك يا أمي. ضحكتيني، يعزني، مجحيلة. ضحكي انت الحين، ضحكي موزو ضحكي. انا فعلا كنت احبش واقدرش واعزش، ولا كنت طلقتش؟ طلقتني؟ هي اللي قالت لك ذاك هي، بس انا ما قبلت، رفضت. اصلها بنت اصل وانا ما ادري ما قبلت. تعرف ليش؟ لانك انت عارف انا ما ارضى بهذا الوضع، ولانك خايف على عمرك لا يهتز مركزك المالي، ولانك من غير فلوسي ما تسوى حتى بيسة حليانة. ارجوك يا امي مو كذي. عندها حق يا بنتي، أو يمكن الكلمة اللي قالتها قدامي صحت عشرتي وحبي لها. على العموم أنا أستاذن رايح الشركة، مع السلامة. ترى مستغربة، هو اليوم زياد كذاك ليش؟ أنت اللي قاسي علي يا أمي، حاولوا تنسوا اللي فات وما تخلوا الفلوس تنسيكم اللمسات الإنسانية الطيبة. بس أنا كل همي واللي أبغي أعرفه إن هو جاد ولا ما جاد. صدقني يا جمعة يا أخوي، والله نعم هالمرة هذه أقول الحقيقة. هالمرة يا جمعة أنا جاهد في كلامي، نعم ما أقول لك إلا الحقيقة. أصلا خلاص عايدة هذه أنا نسيتها بتاتا. والله ما قادر أصدقك ولا قادر أصدق نفسي بصراحة. لا صدق يا جمعة يا أخوي صدق، أنا لا يمكن أستغنى عن زوجتي وعن بنتي بعد. إذا كان كذا عجل بروح ألغي كل شيء. مو باكلغي؟ لا يعني اقصد اقول اذا كان انت رجعت لنفسك ولبيتك ولبنتك خلاص، فالتائب عن الذنب كمان لا ذنب له. لا هو يعني انا اقول يعني بدل عائلة في مليون عائلة يعني والد حريم. ما فاهم. فاهمك يعني. الفكرة ترى موجودة هي. ايه انت موجودة، لكن يعني حريم والد، انا قصدي يعني ما لازم اتزوج عائلة. عيل ما رايح ألغي أي شيء أنا. كيف يعني؟ ما فاهم. أربط الخيول بين أنا فكرتك إنك شليت هالفكرة عن رأسك، لكن صاحب الطبع ما يجوز عن طبع مبونة. الله يهديك يا جماعة، ترى الفكرة هذه موجودة. لكن عاد هذه اللي يسموها عايدة هاي شروطها قاسية شوية. زين وأنت ليش تتزوج يا أستاذ؟ ليش تتزوج؟ ليش؟ وحاله ما تزوج بره. اسال نفسك هذا السؤال، ليش تتزوج؟ اقول جماعه انت من يوم ما دخلت بيتنا شيء وتنكرت دو عايده، المدام هناك ما تطيق تشوف وجهك البر ابدا. اي والله صحيح لو بان يا جماعه حتى انا اصلا ما اطيق اشوف وجهك ولا ابغى اسمع سيرتك. شوف هاي شكلك النحس هذا، هل يشوف هذا؟ لكن انت تصدق جماعه ارجع في كلامي واجيبك واجلسك معي في المكتب وخليك تعرف اسرار كلها، ما اعرف ايش الحكمه من ذلك. هذا بس من سوء حظك. لا قصدك هذا من حسن حظي بيكون. والله ما حد عارف ايش اللي جاي وايش بيصير يوم الخميس.
ايش قصدك؟ ما فاهم انا. انا قصدي محتاج لك انت لضربه ثانيه تصحيك. الظاهر اللي جاك ما كفاك. ايش هالكلام هذا؟ ما لك ذاك شيء. قم تغلط شوفك، اعطيناك وقت، قم تغلط. هذاك يا جماعه ايش اقول لك؟ شيء ما كان فيه شيء ما كان شويه يعني، ولو مره واحده تحافظ على اسراري. في بير ما له قرار. على فكره استاذ، انت هالايام اشوفك ما تخصم علي. ليش؟ علشان بعض الناس يعطوك من وراي بيكون. يا ريت تخصم علي علشان بس اخذ مقدم. ما فاهم انا. يعني اقصد انت بعدك مصمم على فراسك هذا؟ مصمم يعني بعدك؟ هذا طبعا شيء هذا. وليش مصمم؟ الله يهديك يا ريال، غير بدل، راجع نفسك، ترى بعد يوم الخميس بعيد عنك. أنا جالس أفكر في هذه الكلمة يوم الخميس. إيه؟ إيش معنى هذا الخميس والخميس دائما تجيب لي إياه؟ لا يكون أنت معزوم على عرس ولا على رحلة بحرية مثلا؟ إيه على عرسك معزوم. الحمد لله، الله يسمع منك جار، من بقك لباب السماء. وليش ما تقول من بقي لباب المستشفى؟ ترى المستشفيات الايام واجد زينات، ترى المستشفيات الايام. الله يخيبك يا جماعه، فان الله ولا فالك. اعطني 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 شوي المذكره، اعطني المذكره. خذها. انا قالبنها لك من الاول عشان تقراها كما العاده. خطر عاد انا بس اقراها كذاك ما اغيرها. ليش؟ تقرا كذاك؟ قراها قراها كذاك زين، ممكن ما تواحي يوم الخميس يقلعوا لك عيونك ولا شيء، ما تعرف تقرا بعدين. صحيح يوم بيقولوا صاحب الطبع ما يودر طبعه لو ينقص صبعه. إلى متى بوصلنا تبخل؟ ولا تلين ولا تفي سيشمة العذل بالعشق. إلى متى بوصلنا تبخل؟ ولا تلين ولا تفي سيشمة العذل بالعشق. إلى متى بوصلنا تبخل؟ ولا تلين ولا تفي سيشمة العذل إلى متى بوصلنا تبخل؟ ولا تلي ولا تفي سيشمت العذل من عاشقي. السلام عليكم. اشوفك جالسه هني غرفه النوم. كيف ما في غدا؟ روح شوف لك المطبخ. يا سلام، يعني الكتاب مدمجه فيه لهالدرجه؟ سهام سهام. ايوه ايوه سهام. انت تتكلم؟ لا هذه ما عيشه. عيل وين لهفتك علي؟ وين اسرارك علي؟ وين خوفك علي؟ هذا كان زمان، كان زمان وتغير. ايش؟ ما انا اللي اقول كذا، ترى الكتاب اللي يقول. ما علينا، يلا خروح نتغدى مع بعض. روح شوف لك هناك، انا قلت لك روح تغدى وحدك. معقوله؟ انا اريد اعرف من هذا اللي مغيرنك علي. الاستاذ احسان. اسمه احسان؟ انا بقتله. احسان هذا مؤلف الكتاب، مؤلف الكتاب اللي انا اقرا فيه. ما علينا. سمعتي اخر اخباري؟ ومن ناوي غلبك هذه المره؟ قول. هالمرة والله لا روح لآخر دنيا وغلب هناك بعد. ومن هو هذا؟ مستر فوكس. فوكس في عينك ولا مين؟ أنا بجن، بنقهر، بشرخ ثيابي، أريد أعرف من هذا اللي مغيرنا علي. والله لو عرفه لا يوجب أسناني وقطعة قطيع. بس من؟ إيش تقولي أنا سهودة؟ أنا؟ أيوة أنت كذاب يا جمعة. أنا كذاب؟ الله،
الله يسامحك يا نسة هدى، الله يسامحك. ما قلتلش يا بنتي، ما قلتلش ان ابوش يمثل علينا وان اكبر كذاب وعيار في الدنيا؟ لا، وبعد بصرنا وين يوهمنا انه يقول الحق. الظاهر هذا سلمانول لعين مشتاق انه ينزل الارشيف. لا، وقعت القرأة بعد انه يجيبها هنا في بيتي قدام عيوني غايضني. لا، ويقول بعده انه بيسويها مفاجأة يوم الخميس وبيخليها تجي تعيش معاك هنا في البيت وبتصير هي الكل في الكل بعد. من هو انا بطلع لها روحها وبقلع لها عينها وما بسلمها بيدينها بورها العين؟ لا، بعد يقولنا عايده بتصير الكل في الكل وبتعيش معاكني في البيت غصبا عنك. ابوي قال كذي يا جمعه؟ انا ما جبت شيء من عندي، هو اللي قال كذا. انت متاكد؟ طبعا متاكد، انا وحدي شايفينه طالع من بيتها. انزين، وانت شلون عرفت؟ صح، انت يا جمعه كيف عرفت؟ انا عرفت بطريقتي الخاصه، وبعدين يقول انه بيتزوجها وبيجيبها هنا وبتعيش على راسش. انا اسف مدام، اسف، ما انا اللي قلت كذاك، هو اللي يقول. من هو انا اللي بكسر لها راسها وبمرمر لها عيشتها وبخليها تنسى حتى اسمها؟ ذاك انا عاد سمعوني، انا تراني ما قلت شيء ولا سويت شيء وما اريد شيء، انا تراني معروف يا مدام خدام الزماله والزملاء، لكن افتن لا. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، صبري لا، واحد اثنين، ايه، واحد اثنين، يلا يلا يلا، اثنين وفي وفي، واحد اثنين، ايه، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد. تعبت ما فطومة؟ تعبت يا امي، يا امي لا تقولي تعبت، لا تقولي. الرشاقة مهمة، واللي يريد البيذامة لازم يوصل لها. يلا، هين بيذامة وهين نار قيدة. يا الله، انا ابوي تعبت. واحد، كيف يسويون كذا؟ وابوي 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 ظهري ظهري. يلا 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 يلا، الله يا زيك يا صالح. واي 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 واي، ظهري عوان. اوه، يلا يلا يلا. اوه، احس فيه وقع راس. يلا راسي عورني. معقوله؟ معقوله موزه تطلع عظيمه بهذا الشكل؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير يا بنيتي. معقوله بعد كل اللي سويته فيها توافق على زواجي من زوجها سلمان؟ لا، في بيتها بعد يكون؟ لا، وتلبسك ثياب العرس بيديها بعد ما اكلتني الضرب على يديها. موزه؟ موزه عقب انا؟ انت ليش مستغربه؟ ما حمدان ابو سلمان كان هنا بنفسه وقالت بهذا الكلام. ما انا هذا اللي مستغربه منه. بكره يا بنيتي، بكره بيبين المكشوف، والخميس ما بعيد. يوم الخميس؟ يوم الخميس. هي نعم، الحمد لله بخير وعافية، الله يسلمكم. سلمان بخير مو فيه. هي زين، عاد سمعوني، يوم الخميس الساعة 7 عازمتنكم كلكم على العشاء. هي لأني عزم الجماعة. هي نعم، والمفروض أنكم عاد ما تتأخروا، تجوا مرة على التين كذا كباكم. يلا في مال الله، يلا على السلامة. ممكن أعرف يا حرمنا المصهول أنتي عزم الجماعة ليش؟ وحضرتك عندك مانع يعني؟ ليش يعني؟ ليش قل لي؟ إنزين، لا تستعجل على رزقك، إذا عرف السبب أطول العقب. زين، على الأقل قولي لي، فهميني، ولا شايفتني طرطور في البيت ولا إيش هذي؟ لا فعليك حشا، أنت ما طرطور، أنت رجال ونص، ويمكن سنينة بعد. عقب بالله عليكم، حد يأزم هذين الغجر؟ حد يأزم هذين المتوحشين؟ هذين المتوحشين ذيلا؟ أنت نسيتي اللي سيوفي أنا؟ حياني انا غجر متوحشين؟ وانت نسيت حيانك اللي كل واحد منهم في ابن سينا والباقين ينتظروا السره حتى يحجزوا؟ زي بس 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 بس، خلي عنك هالكلام. الحين ابي اعرف العزيمه هذه باي مناسبه؟ يا الله، هو يسوي عمره ما يعرف شيء؟ ظهر ابوي على حقيقتك ظهر. تو كيف مسوي عمره ما يعرف ظهر على حقيقتك؟ ايش هالكلام هذا؟ لا سلامتك، ما في شيء، الله يطول في عمرك. أنا هذا قدام مشاه صاحي ومتعافي وما في شيء. هي بس يقول المثل، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. موزة، يا عيون موزة، يا مسكين أنت. لا 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 لا، أصبح هذا البيت لا يطاق أبدا، أنا مخلل لي البيت ورايح الشغل على إذنش. أوف.
ما عليك يا سلمان، كأنك عاد مسوي عمرك دهق ودهيري وما تعرف شي. فعلاقك عندي بديني، هذه بديني بحجز لك سرير وفي المستشفى. احسنتي يا ام نرقس، ما قصرتي. نعم مشكوره، الله يخليك ويطول عمرك ان شاء الله. نعم نوافي هذه الحرمه. نعم نوافي. سارت؟ هي سارت مو قالت؟ اظن انت سمعتيها. يا امي يا امي، ما معقوله اتزوج بهذه الطريقه. بعدين انا اريد اكمل دراستي. كملي شي دراستك، انا مو باغتلش، انا قابض طنش. لكن معرس كما هذا ما افوته، سامحيني. اوف يا امي. يا بنتي يا بنتي، سمعي كلامي. الحظ جاينش الين عند الباب. اها، اما سمعتي ام نرقس مو تقول رجال غني وعنده فلوس ومركزه زين؟ ابى اعرف انا، انت ليش ترفضي؟ انا ما اريد اتزوج واحد لا يعرفني ولا اعرفه. وايش استفدنا من اللي نعرفه ويعرفش زين زين؟ ما في النهاية قال ليش مثل اختي، وهو بعد مثل اخوي. وبعدين انا زواج بهالطريقة ما با. يا بنتي انتي مالش كذاك عنيدة. اه الناس كلهم يتزوجوا كذاك زمان، هذا كان زمان. بس الحين البنت صار لها الحق تقول ايوه ولا لا. لا الكلمتين هذين انتي بقريتيهم في الكتاب، لخبط ليش مخش. اي نعم اكيد هذا الكلام. انا خلي بقى صالح يجي يتفاهم معاش. صالح صالح تعدي تركض. صالح هناك. ايش هناك؟ انتم ما تخلوا حد يرتاح ابدا. انا ما فاضي، ما انا فاضي. ها ايش جالس تسوي؟ انا ايه عندي شريط ديسكو ما في احلى منه، جالس استمتع فيه. ديسكو ديسكو ديسكو، ان شاء الله يطيح على راسك. انت 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 هذا الطول هذا مال ديسكو؟ انت اصلا ما تفهمش. نعم انت متخلفه اميه جاهله ما تعرفي شيء. لا عاد لهنا وكفاية وحدك عاد. أنا ما جاهلة. نعم أنا ألعب رياضة، أسمع موسيقى، أقلب الجرائد والكتب. نعم وأشوف مشكلة ولها حل، والطبخات، وأشوف أحلى سيارة والأثاث وكله. نعم وأشوف قيمة العملات وخاصة الدولار والجن. جن يشلوك من الأرض إن شاء الله. قولي آمين. اصلا هذا اسمه ين ين. إن شاء الله يشلوك ين ولا ما ين، المهم أنا ما جاهلة. سمعي انا اصلا ما فاضي، انسان جايب شريط ديسكو كيف ما يعجبني. نعم اريد استمتع، ومحل ما يعجبك روح، مسكنك داخل الروح. بس سمعوا دون ازعاج، انت وبنتك ما اريد ازعاج. انزين بنتك وزواجها؟ بنتي حره وانت حره وانا حر، وكل واحد يتصرف كيف ما يريد. انا الانسان يعيش مره واحده. انا خلاص الله لقيتها لقيتها. نعم لقيتها. هاي جمعة يا ولد أخوي، عن إذنكم الله لقيتها. يا رب ريحني وشيل عني يا رب. تعالتي أبوش إيش يقصد بكلمة لقيتها؟ ما عارفة سالي. لكن بعدني أقول لك زواجة بهذه الطريقة ما بقى. شرارة شرارة كما أبوها. نعم لكن هذا صالح ايش يقصد بكلمة لقيتها لقيتها؟ معقولة؟ لا بلا لا 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 يا عمي، لا لا لا، ارجع لعقلك يا عمي واصحى. انا صاحي صاحي خلاص يا جماعة. لقيت لقيت الله. يعني كيف تبيع زوجتك وبنتك؟ هذه قامت تلعب رياضة وقامت تسمع موسيقى ومشت معاك على كل الخطوط اللي تريدها. ما عليك من سوالف هذه، ما عليك من سوالف. هذا اصلا كله تمثيل في التمثيل. هذه اصلا ما تصبر عن سوالفها، بمجرد ما ترجع لحالتها الطبيعيه ها سلم طلع لك لسانها مثل الميشار والسكاكين. ما يقولوا راعي الطبع ما يصبر عن طبع. هذه ايه، بس ما دام انها حاولت فمعناها هذه ظاهره صحيه. يا عمي ارجع ارجع لقواعدك سالما ايها الشبل العجوز. لا 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 يا جمعه لا، انا اصلا ما حد يثنيني عن بالي، والفكره اللي في بالي لازم انفذها. انا حصلت الانسان اللي تسعد قلبي، فوزية حرمة حلوة جميلة، موديل جديد يا يمعة، ما مثل الموديل القديم هذه جدا جدا جدا. صالح تتزوج علي؟ مريم مريم أم نبهان أم نبهان أم صار فيها أم نبهان أم نبهان روحت فنقشت أم نبهان. لا حول ولا قوة. مريم راحت مريم راحت. لا حول ولا قوة مريم راحت. انت كيف تجرى وتجينا شغل تفضحني؟ انت ايش ما عندك احساس؟ لو حصلنا ما افترسلنا، هذا عاد اللي بغيت تبيعيني علشانه. وانت ايش خاصك؟ تكلموا
تكلموا يا خالي يا حرمة خالي، ولا انتوا بس فالحين حق الشفت بس البلع بس؟ مالت عليك وعلى الفاضك. تعال تعال اهدى يا ولدي، اهدى يا ولدي يا سكين. سيف سيف قلنا لك سيف سيف سكين، كلهم في حال تقصيب يا ابوك. انا ما اريد هذه السالفه تتكرر مره ثانيه، انت فاهم؟ لا بتتكرر يعني بتتكرر، وانا ما ممكن اسمح لواحد مثل هذا. ما كذاك يا خالي يا الشفاط؟ كذاك ابوي كذاك. بس اجلس اجلس، بس الادب مطلوب يا ولدي يا سير. سيف سيف يا ابوي سيف سير، ترى كله يتحزق. يا خالي يا خالي احبها احبها يا خالي. وانا اكرهك اكرهك. عاجبك هذا الكلام يا حرمة خالي؟ حمى تشلك سلاخ لك جلدك. يا نجوى مثل ما تعرفي عندي فلوس كثيره، هذا غير الاراضي والبيوت والاسهم. اذا وافقت تزوجيني اعطيك 12000، وابوك هذا نعطيه 5000، وامك بالثلاث قصدي 3000. ايش رايك انت؟ ايش تريد تشترينا؟ وليش لا، ما دام يكون السعر مناسب. اسمع يا خالي، هالمرة أنا سائر وأنا عارف أنكم راح أنتم تبحثوا عني. عن إذنكم يا خالي ويا حرمة خالي، ويا شفطة يا شفطتي، يا حلوة يا حلوتي، يا موظفة سمعي كلامي يا ساتر. إن شاء الله تروح ما ترجع. لا بيروح وبيرجع. تعال تعال يا بنتي تعال، سمعيني زين، هذا مستقبل مضمون. فكري يا بنتي زين فكري. جمعة وصفاتك كلها فشلت، كلها فشوش فشوش. انت ما تقولين بدأ يغضب عليك ويعصب؟ خلاص خليه يصب جاب غضبه في خصمه ويغلبه. ويمكن ينغلب. هذا يقول انه بيلاعب وحش، وحش اسمه فوكس، وبعد وحش غيره ويسميه ما ادري مو من اسم نوبة. ومتى بيلاعب هذولا؟ يقول في بطولة، بطولة بعد ايام. اذا لازم يغلب. بس كيف؟ انت خلي المسألة علي انا، هذه ما يقولوا اني خدام الزملاء. خلاص انا محتار واريد اعرف ايش سالفة العزيمة هذه، وايش معناها بعد يوم الخميس. هي خلاص عزمتها لها؟ انت كيف دخلت وكيف سمعتني؟ دخلت من الباب وسمعتك بذول. وايش تري؟ يا صبح عليك يا استاذ. يعني الصباح واجب يا جماعة. حضرتك خادم الزملاء، روح شوف شغلك. لا 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 لا، انت قلبت علي مره ثانيه يا استاذ الله يهديك. قلت لك روح شوف شغلك. والله انا قلت اخدم، قلت يمكن محتاجني في خدمه ولا شيء قبل يوم الخميس لا غير. لا 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 لا، ايش حكايه يوم الخميس هذه؟ والله انت قلت وانا سمعت، لكن تعال، انت ما عرفت لي عزمه هلا؟ لا والله جماعة ما عرفت. فكر فكر يا أخي، في راسك مخ انت فكر. أفكر؟ إيش أفكر؟ تعال تعال تعال، أبغى أسألك أنت إيش يخصك في أهل زوجتي، وإيش يدخلك في العزيمة؟ أنت مالك ومالها، هي حرة أهلها يا أخي. أكيد بيجوا بيبلعوا خروف ولا ثور يعني أكيد. هذيل يا جمعة يا ريت يكفيهم خروف، هذيل يبغالهم لوري من الخفان. البركة فيك يا أستاذ، جوك وصوتهم كافي. وبعدين تعال، هذه فرصة أنك تصلح اللي انكسر بينك وبينهم، وبعدين صلح نفسك. هذا إذا حصلت فيك شيء تصلح يعني. إيش قصدك يعني؟ لا لا لا، أنا قصد أقصد يعني أنا ما نعرف ليش يا أستاذ سلمان حاس أن هذه العزيمة ثقيلة شوية عليك. ثقيلة. إيش أسوي يا جمعة يا أخوي؟ تراني لازم أجاريهم وأجلس معاهم يعني، وأجاريهم في الأكل. ما حد عارف إجاري من. أنا على العموم بغيت أقول لك إن الكثرة تراها تغلب الشجاعة. يلا يا جماعة، الله يستر الله يستر. حبيبي روح سيدة يحتار عدوك فيك. على العموم يا جماعة يا أخوي مشكور على الوقفة هذه اللي وقفتها معي، مشكور. والحين روح شوف شغلك. أنا والله أتجنن، نعم أتجنن، كل ما أقول أنت تروح في حالك وأنا أروح في حالي، أرجع بكلامي مرة ثانية وأجلس أجاريك في الكلام وأخذ وأعطي معك، ما أدري ليش. هذه حكمة نعم. أشوفك على خير يا أستاذ سلمان. جماعة كيف بقى أنت مسافر؟ لا أنت. أبو جماعة بقى ما يشتبكي؟
عليك يا استاذ، عليك عليك عليك. ما ينقاس انت محموم شويه؟ لا، لكن ما حد يعرف، يمكن يكون هذه اخر مره اشوفك فيها واقف على رجولك. لا. جمعه، مع السلامه استاذ. وداعا وداعا يا اعز الاصدقاء، وداعا يا صديقي. وين اسوي المقالب ومعمل؟ وداع وداع. اما هذا الانسان غريب وعجيب، تو مو قايل انه مو في ذاك، جالس يقول لي وداعا وما قايم اشوفه بعد اليوم، وابوي لا يكون يستو فيه شيء وانا ما اعرف. قال ابو فاقه بس من الرعشه شويه. كيف حال أمك؟ ما داري بشي يا أبوي. يا رب تجيب العواقب سليمة. مريم، يا مريم. يا أبوي يا أبوي خليها تنام شوية. ما يصير يا بنتي، لازم تأخذ الدواء في موعده. يا أم نبهان، مريم مريم. وين كانت هذه الحنية من زمان يا أبوي؟ إيه المحنة يا بنتي والمعدن الأصيل ما تبان أصالته إلا وقت المحن وبس. مريم، يا أم نبهان. أبتعد عني، أبتعد عني زعل. أمي أمي اهدي يا أمي اهدي. أنا اهدي يا أمي. أنا قال هذا يريد يخطفني. أبعدوا عني، أبعدوا عني. أخطفك؟ انت سارقتني من 20 سنة واللي كان كان. امي امي امي. امك؟ لا، امك ماتت من زمان. مريم، انت نسيتي ولا اذكرك الحين؟ انا الرجال هذا بعدوا عني، بعدوا بعدوا عني. انا صالح، صالح زوجك. انا ما اريد اتزوج الحين. الرجال هذا يبغى يسرقني، بعدوا عني، يبغى يخطفني. اهدي يا أمي، اهدي اهدي. شفت يا أبوي؟ شفت أمي كيف صارت؟ شفت؟ هي ما تتذكر واحد فينا ولا حتى تعرفنا. هذه لا يكون فقدة الذاكرة، لكن ليش ومن إيش وإيش السبب؟ أنت السبب يا عمي، أنت سبب. أنا؟ طبعا يا أستاذ، زوجتك عندها صدمة عصبية نتيجة سوالفك اللي تماديت فيها. الدكتور قال عندها صدمة عصبية نتيجة سوالفك انت اللي تماديت فيها من عندك. بس هذه هي الحقيقة يا عمي، انت نسيت اللي سويته؟ جمعة، اسمع يا عمي، انت ما قلت اني دورت على وحدة غيرها وتريد تتزوجها؟ ايه بس هذه كانت حالة وانتهت. ايه بس ام فاطمة لا يمكن تنسى، وانت بعد ما قصر تريد تتزوج عليها بعد. قلنا لك حالة وانتهت. صحيح ان الشرع اباح للرجل انه يحب ويتزوج مره واثنين واربع. ايه بس هاي ظروف، وظروف واضحه، وانا ريال ما علي لوم، وما ابتعدت لا عن الشرع ولا عن الدين. ايه يا عمي، بس اللي سويته ما يتحمل جبل، وانا يا ما قلت لك اصحى اصحى، بس ما منك فايده. انا الحين ما بيايينك عشان تستعرض لي عضلاتك وثقافتك وتتفلسف علي، انا جاي ابا مريم ترجع لحالتها الطبيعيه، هذه مهما كانت ام بنتي. إذا عرف السبب بطل العجب. وإيش قصدك؟ أنت فجرت داخل مريم الإحساس المتشائم بسن اليأس، حساستها صارت غير مرغوبة، حساستها صارت كبرت في السن خلاص. هي صحيح إنها كبرت في السن وما حد يقدر يقاوم الزمن، وكل سنة يا ولدي يا يمعة له طعم وله حال ومال وجمال. إي بس يا عمي، الحرمة تحس بسن اليأس أكثر من الرجل. وعشان هذه المرحلة تمر بسلام، فلازم الرجل يعطيها شحنة من الحب والعواطف. بس انت الله يهديك عاد لغيتها مرة واحدة. لغيتها؟ هي لغيتها يعني، ودورت على واحدة غيرها، والنتيجة صدمة عصبية او فقدان الذاكرة. زين، وايش العلاج؟ ايش قال لك الطبيب انت؟ والله الطبيب قال يعني اعطانا شوية مهديات كذي بسيطة، وقال بعده عن اي انفعال ولا حد يضايقها. عظيم، يعني تبتعد عنها يا عمي،
والمثل يقول سير بعيد وتعال سالم. سير بعيد وهي زوجتي؟ كانت زوجتك يا عمي كانت. انت تباني افتح لك راسك ولا كيف؟ يا عمي افهم، هذه مبادئ علم النفس يا عمي. زوجتك الحين ما صارت زوجتك، وعشان تصير زوجتك لازم تكون زوجها، وطالما هي كذا لا انت زوجها ولا هي زوجتك، وبترجع مثل الاول لا انت زوجها ولا هي زوجتك، فلازم تتزوجها عشان تصير زوجتك، وما ممكن تصير زوجها الا اذا صارت زوجتك، وعشان تصير زوجتك لازم تتقدم لها وتخطبها وتتزوجها وبعدين تصير زوجتك، واذا ما تقدمت لها ما خطبتها ما بتصير زوجتك، فانت لازم تتزوجها عشان تتزوجها وتصير زوجتك، وزوجتك ما ترجع لك الا انت تزوجتها، واذا ما تزوجتها معناتها ما تصير زوجتك. بس 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 ضيعته، حتى الكلام الحين ما بعرف ايش اقول. يا عمي يا عمي هذه لازم تعطيها المعزة والحنان، أقصد مريم اللي كانت زوجتك لازم تعطيها العطف والحنان يا عمي، هذه محتاجة للعطف والحنان. زوجتي؟ ترى هي زوجتي. قبل الصدمة الحين لا يا عمي. كيف لا؟ ما يصير يعني ايش يعني طلقتها ولا كيف؟ لا ما يحتاج تطلقها، انت يا عمي لازم تعيش معاها من جديد، حالة جديدة حياة جديدة. كيف يعني؟ يعني تخطبها. اخطب من؟ زوجتك. يا مثبت العقل يا ربي، اخطب زوجتي؟ ويمكن تقبلك ويمكن ما تقبلك بحر، هذا هو العلاج يا عمي. لازم تعيش معاه حياه قصه رومانسيه جديده، خطوبه وزواج جديد يعني. ساعتها بتحس انها مرغوبه وبترجع لطبيعتها وترجع حليمه لعادتها القديمه. يا ايش قلت؟ ايش قلت بعد؟ قلت انت مينون واللي يمشي معاك مينون مثلك. اما هذه سالفه اتزوج زوجتي واخطب زوجتي؟ يا سلام. ولا في الافلام نعم، ما بناقص غير تقول لي صل واني ما اعرف اصل. يا سلام يا عمي، لهالدرجه انت فرحان؟ الف مبروك يا عمي، والله يتم بخير ان شاء الله. صدقني انا فرحان علشانك كثير والله. وفرحان علشاني ليش؟ ليش؟ عشان بتتزوج يا عمي. بتزوج من؟ زوجتك. يا الله والله العظيم لهالدرجه انت فرحان يا عمي؟ ابتعد عني، ابتعد عني لاسوي فيك جريمه قتل. نعم كيف اتزوج واني عندي بنت في عمر الزواج؟ واخطب من زوجتي ام بنتي؟ المهم ان توافق على الخطوبه يا عمي، وما تقول لما عندك فلوس وما راس مالك غير راتبك، هذه هي القضيه والمشكله. قلت لك ابتعد عني، اصلا انا غلطان اني استشرتك انت. لا ما بناقص غير تقول لي اني فرقه وطبول ومزامير وعرس ودقدقه ودنق 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 وهي رايح. والله ما عارف يا عمي كيف توفر هالمصاريف هذه كلها، مصاريف كثيره يا عمي. نعم فرقه وعرس وذهب وبطاقات ومعازيم وطباخين ودباحين وتنقيطات، شغله طويله. بس 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 اسكت، يبت لي صوت، ما انفقت ما انفقت. يا رب يا مثبت العقل يا ربي. ما مصدق رجال. نعم ما مصدق، هو حر والله، بس انا اتمنى اعرف من هذا المتخلف اللي شار عليه انه يفكر في وحده غير زوجتي. هذا حماد جايب شهاد الله عادي حوا. ما انت يلا باي واحد. يلا يلا حماد والله انت قوي. يلا 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 ايش رايش ايش رايش يا زين 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 يا امي زين. امي من امي؟ اقصد اختي، اختي الصغيره. انت ليش تشوفي علي كذاك؟ ماشي ماشي. انت يعني زعلانه عشان انا اعرف العب احسن عنك؟ لا ابدا ابدا. لا انا يعني ما عندي مانع اعلمك يعني، ولو اني اصغر عنك واجمل عنك واعرف العب احسن منك، لكن ما يخالف. بس خبريني ليه زعلانه؟ بالعكس انا فرحانه فرحانه واجد والله. يا انا نسي افتح الباب، انا افتح الباب. لحقي علي يا اختي لحقي علي، تعالي رجال غريب داخل عندنا البيت. ممكن ادخل؟ ممكن ادخل؟ والله انت ما تستحي على وجهك، كيف تدخل بنات جالسات وحده لنا بالبيت؟ انت من؟ انا الكهرباء. لا لا انا صالح صالح. احنا دافعين الفاتوره العام الماضي. اطلع برا. يلا 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 برا 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 برا. فصل الباب فصل الباب سرع برا. والله العظيم هذا شكله ما غريب علي. ذكرتي ذكرتي امي؟ لا لا. انزل سيري داخل اشوف امو باغي.
أنا ما أعرف هذه الأشكال كيف يخلوهم يشتغلوا في الكهرباء. والله لا تزعل نفسك يا أبوي، استحملها شوية. أنت عارف الدكتور قال استحملوها ولا تعرضوها في أي شيء. يا بنتي إلى متى بس؟ إلى متى؟ السالفة طولت. الظاهر إن جمعة عنده حقنا. جمعة؟ يا عمي اشرب شايك. ايه هب احنا العزوبيه ولا ايش رايك يا عريس؟ كيف يعني تطنز علي ولا كيف انت؟ لا ما اقصد يا عمي ما اقصد. الله الايام حاله يا يمه. تصور مريم حالتها صعبه هالايام، كل ما ادخل عليها تفكرني راعي الكهرباء. والله صدقني يا عمي شبهك. راعي الكهرباء يشبهني يا مع الحين وقت السوالف يجمع. يا عمي الشغل معي راعي الكهرباء، راعي الماي، راعي السمبوسة، كل الشغل في شغل يا عمي. تصور حتى انها ما تعرف شكلي. احسن خليها ناسية وانت شوف نفسك. وكل ما ادخل البيت ما اقدر تطردني. هين اروح انا في الشارع؟ صدقني يا عمي احلى، والله احلى. وتنام على الساحل احلى من اي مكان، لانك بترتاح من المكيفات ودفع فاتورة الكهرباء يا عمي. يا جمعة خليك قاعد شوية. صدقني يا ولدي انا ما عارف ايش اسوي، حاسس اني انا السبب في كل اللي صار. من يوم ما اخذت شورك كذا وسمعت شورك وطوعتك واني ايامي كلها سودة في سودة. اذا كانت شورتي مثل ما تقول ليه جاي تشاورني مره ثانيه بعدك؟ اما صحيح الخير في الدنيا هذه ما ينفع ابدا. انا كنت ناوي واريد تعيش معاها، ما قلت لك روح اصدمها وتزوج عليها. يا ولدي انت الحين لا تزعل مني. بصراحه الواحد يعني ايش اقول لك، لما يضيق يقط كلام ما يعرف ايش يقول. المهم اشرب شايك انت، يلا اشرب شايك. لا خلاص انا بستأذن بروح. على وين؟ لحظة. بصراحة يا عمي انت حالتك صعيبة وانا خدام الزملاء. يلا والمثل يقول اعمل خير وارميه في البحر، يلا شو نسوي؟ يعني عندك حل؟ انا قلت لك يا عمي اخطبها لكنك انت ما سمعت كلامي. توك كيف اخطبها؟ كيف اخطبها يا ناس؟ يا انسان ما اقدر. ما شغلي، لحد هنا ما شغلي. اتصرف، تتسلى، تسرق، اي شيء تسوي، المهم تسرع لا يجي غيرك ويخطبها. انت تخرف تقول هيش انت؟ انت اللي مخك صاير صبيه يا عمي. اي نعم، العلم والادب يكملوا بعض، وقليل من الادب والفهم يوصلوا الواحد في داهيه تشلك ان شاء الله. انا اخطب زوجتي؟ كيف؟ من فاطمه بنتك اخطبها؟ بنتي؟ ايه اخطب زوجتي من بنتي؟ ويمكن بعد توافق ويمكن لا، الله اعلم. وفي احتمال انها توافق ما توافق. اي نعم يمكن ما توافق، انا لو عنها كان ما بوافق، برفض. نعم. انت ايش تريد تجنني انت ولا كيف؟ يا عمي ما لي تتجنن، ما يهمك يا عمي لا تخاف. انا باثر على فاطمه بكلمها بقول لها زوجي امك على ضمانتي. لا تخاف يا عمي، لا تخاف، وراك رجال وان شاء الله مريم بتكون من نصيبك، ما يهمك. هات يا حكيم زمانك هات. شوف يا عمي مريم تريد تحس انها لا زالت مرغوبه يا عمي. لا الظاهر انك انت قنيت. نعم وهو في حد عاقل يا عمي في الدنيا هذه؟ كل واحد مجنون بالثاني، وفاطمه وسطكم. انا يا عمي اقول بدل ما تبتعدوا خلوكم مع بعض عايشين، علشان فاطمه تورث عقدكم وتعقد اولادها في المستقبل بعد. فيلسوف. هذه هي الحقيقه يا عمي، لكن ان شاء الله بترجعوا لبعضكم ان شاء الله، وتحتفلوا بعيد زواجكم المئوي، وبنحطكم في متحف العظماء، وبنكتب عليكم ممنوع اللمس منعا باتا، والا انتشرت الاوبئه والاشعاعات. هذه ما جات بعد، وهذاك تاخر، هذه بعد اللي واعدينا، على الله يجي بس موعده. السلام عليكم. وعليكم السلام، جبنا سيره القط هو جاي ينط. ايش قلت؟ لا انا اقول يعني جبنا سيره ثور، اقصد الفيل، قصدي البطل يعني البطل. جاهز انت؟ كم؟ ايش اللي هو كم؟ كم تدفع؟ هذه مساله بعدين نتفاهم عليها، ما مشكله يعني. على العموم الرياضه فن واخلاق ونحن حاضرين. متشكرين يا عم فوكس على الروح الرياضيه العاليه هذه، متشكرين.
أنا دائما تحت أمرك. آه كيف يعني؟ أنا دائما تحت الخدمة. يعني إيش؟ يعني خدام الزملاء. الله أكبر عليك، حتى هذه خدت من عندي، هذه مالي أنا. المهم متى المباراة إن شاء الله عشان أعزم الجمهور مجانا؟ هل الأقل يفوز في واحد منا من المباراة هذه؟ دائما ينغلب وما يجيب نتيجة، بس فالحين ينغلبه وينضربه ويحرقوا دمنا. يوم الخميس. أي خميس هذا؟ الخميس القادم. الخميس القادم؟ أيوة. هاي سالفة هاي الخميس القادم والخميس الجاي؟ أشوف كل المفاجآت صارت الخميس الجاي والقادم. نامت أمك؟ توها بس نامت. يلا أبوي سير داخل مجلس نام. روح. معقولة يا بنتي؟ صار لي ساعتين وأنا أدور في الشوارع، يعني لازم؟ ليه ما تنام أمك؟ أنت يعني ما كنت عند جمعة؟ أنا رحت عند جمعة بس بعدين تركتها، قلت عاد أجي. سمعت صوتكم قلت أكيد هذول ما بنايمين، فعاد ما حبيت أروح عند جمعة مرة ثانية. والله معقولة؟ معقولة أنا عندي بيت وأتسكع في الشوارع مثل الغريب؟ شوي شوي يا أبوي شوي شوي، مسكينة أمي بعدها أعصابها تعبانة. والله العظيم الله حالة. إيش فيك تضحك؟ تعالي تعالي تصوري إن جمعة يبغيني أخطب أمك. آخ بس عسى هي اللي توافق عليك. عاد عاد يلا يلا حمدي شد حيلك انت، رتب الطاولة والمقامش والشوك والصحون ام الحمل محمر والمشمر والمخلل جاهز مرة يوضب وتكون الطاولة ويكون العزيمة يوم الناس يجيوا ياكلوا يكونوا يطلعوا مني بشمانين هي ويأدوا واجبهم جايين عليه. هي يلا حامي حامي. ايش عندك اليوم؟ معنا شغل اليوم. ايش عندك اليوم؟ اشوف ايش مشغول اليوم. انت ناسي يا حبيبي ان الليل الخميس والخميس تكثر فيه الليالي الملاح. قصدش كل هذا اللي مسويتنا عشان العزيمة يعني؟ عشان تاكل يا حبيبي وانت مرتاح. انا ولا اهلك؟ ما هو عشان اهلي ياكلوا يا سلمان لازم يحصلوا شيء ياكلوا. ما دام كذاك فعلى الله بعد انا حصل لي اكل اكلها وسط هؤلاء الغجر. لا تطمن يا متحضر، الحفله حالنا والاكل كله حالك وما بتطلع من هني الا وانت شبعان اكل. ما دام هذا كلامش فاعتقد ان اليوم باكل لي اكله دسمه. هذه حالة. وين أروح هنا؟ وين أروح؟ بس ما في إلا جمعة. أي 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 حالة ساعة الجد. اليوم هو الحد الفاصل لمصير سلمان وهزائم سالم، بعدها عاد أدور على نفسي. أي نعم، وألقى نفسي النجوى وفي قلب نجوى. جمعة 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 الحق علي الحق جمعة جمعة افتح الباب. هذه المينون ضربتني الله لا بارك فيها، أنا يبغى أنا أضرب وأضرب من حرمتي أني راح يمع الساعه. شرف زيد زيد لحظة لحظة جايلك. شرف شرف يا أبوي. فخر يا أخ. هاي ايش فيك طايح فوقك السقف؟ وهاي ايش فيكم؟ لا ها مريم طاحت فوقي، طاحت في ضرب وتكفي خوتهر في سبحان الله. ما تشوف تشكيم هذه حالة اللي فيها؟ ما عليك ما تشوف إلا الخير يا ولد. ما علي يا عمي تكبر وتنسى. ما علي قولك اليوم أنا أصبح على سالفة. يا عمي أنت اللي غلطان، أنت اللي غلطان. قلت لك نام عندي بفرش لك برنوس. نام لكن ما سمعت كلام. تراك عنيد وأترك البيت يعني أترك البيت؟
أنا قلت لك يا عم الحل، أنت ليش ما تفهم؟ قلت لك الحل. يا رب يا رب ترحمني. زين جات على كذا بعد احمد ربك زين. انت بالله عليك كيف تسمح لنفسك تنام مع حريم ببيت بروحك؟ ها زين ما بلغ عليك الشرطه ولا بتروح بداهيه؟ يا معه او هذاك بيتي وهذيك زوجتي وهذيك بنتي. زين انت كلمت فاطمه عن الخطوبه؟ شفت انا ما حد بيوديني مستشفى بالسيره غيرك انت. زين عمي على الاقل نزورك ما عليه، روح برا واحده بس. يا جماعة ارحمني اقول لك ارحمني. رحمك الله يهديك يا عمي. زين انت خبرني ما كلمت فاطمة عن الخطوبة ولا كيف يعني؟ كلمت لكن صورت. عارف ايش ردت علي؟ ايش ردت؟ قالت لي بالمحتمل ان مريم توافق. يا الله هذه عبايد عبايد. يا رب يا رب نتوافق عليك ونجمعكم مع بعض يا عمي يا رب. انا خلاص 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 قربت اصدق اني انا غريب عنه. كان لازم تقتنع من الاول يا عمي، وما دام ان هذا المفهوم وصلك خلاص انا على تم استعداد اني اروح معك واخطبها لك. يلا يلا قم قم قم، خير البر عاجل. يلا يلا انا عندي شغل يوم الخميس، قوم خلصني. ما اقدر. ليش انت خايف؟ لا تخاف يا عمي، انا مستعد اسلفك فلوس المهر. انا عندي 20 ريال. يلا ما علي ترى الجيب واحد، وبعدين ترى هاي مريم ما تستاهل اكثر عن 4 ريالات و250 بيسه. يلا قم. انت الحين في ايش؟ ولا احنا في مشكله؟ ايش المشكله؟ فاطمه جايين العريس. لا والله معقولة هذا كله يصير يوم يوم الخميس؟ معقولة؟ يعني الخطوبة والزواج والضرابة والهزايل؟ لكن يلا نجمع القلوب ويصير العرس عرسين. يلا عرسي؟ انت اول افهم السالفة وخلينا نفكر كيف نطلع من هالمشكلة هذه. اي مشكلة الله يهديك. لا يا عمي لا، انا تراري خدام الزملاء ما يهمك. انت خدام الزملاء والمقسوم طاح فيا. واكيد المقسوم حلو يا عبي عاد. سالفه سالفه ام نرجس. ايه خطاب زين وياي بعريس زين، وتقول ان مركز زين عشان يتزوج فاطمة. وانت تعرفه؟ لا كيف الله يهديك يا عمي يتزوج واحد ما تعرفه؟ بعدين يا عمي اصحى، زمن الخطاب انتهى، وبعدين فاطمه ما صغيره تتعلم والحق تختار وتنقل تبغيه. يا ولدي احنا ايش بنخسر الحين؟ خبر ايش بنخسر اذا شفنا الريال ونشوفه كيف زين شين بنعرف. لكن تعال لك سالفه ثانيه. ايش؟ انا الابواب كلها مسكره فوي. زين وفاطمه تعرف؟ تعرف بس حزينه مسكين. العموم يا عمي ما يخالف، بس ما لازم يعرف العريس انك تريد تخطب امها، ولا تراها بتصير مصيبه وبيقول عنكم انكم عائله ما يعلم فيها الا رب العالمين. اي جن اقول لك وين بنقابل العريس؟ هنا عندي، وفرصة أني أتعرف عليه بعد. هنا؟ أي نعم في هذا المكان. ها هنا؟ نعم ها هنا في هذا المكان، ولو أني أنا مشغول يا عمي لكن ما عليه، علشان خاطرك وخاطر فاطمة. بس المهم يجي قبل الساعة 6 علشان المواعيد اللي عندي. فاهم؟ فاهم؟ إيه. وشوف أنت روح أضرب لك سبحة الحين سنة على كيفك، وغير ملابسك وانتظرني وأنا بجيك. وعن إذنك. عن إذنك. والله فكرت زينة، لكن الحين لازم أتقفر على ريولي علشان أم نبهان ما تحس بي. أغير ملابسي وأتحرك. يلا يا أبو نبهان. Yeah.
بالغم.